انا معايا سعاده اللواء هاني عبد اللطيف متحدث باسم وزاره الداخليه. سعاده اللواء اهلا بيك يا فندم. شيخ ياسر محمود اهلا بيك يا فندم. بس ايه حكايه القنبله دي اللي انفجرت في القرب يعني من السفاره الاسرائيليه؟ الساعه 10 تقريبا سمع صوت انفجار محدود لعبوه بدايه الصنع بقرب من منزل كوبري الجامعه باتجاه الجيزه. منزل الكوبري باتجاه محافظه الجيزه. مفيش اي الحمد لله مفيش اي اصابات. تلفات بسيطه في سيارتين ملاكي كانوا في نهايه الكوبري، لكن الحمد لله مفيش اي اصابات، والاجهزه الامنيه هناك بتفحص يعني خلفيات الواقعه بشكل كامل. في نزله الكوبري من ناحيه الجيزه، منزل الكوبري في ناحيه الجيزه اللي هي الجانب الثاني يا محمود، تبقى حديقتك هناك الناحيه الثانيه. ومفيش اي اصابات يا فندم ولا في اي حاجه؟ الحمد لله مفيش اي اصابات. لا هو انفجار محدود، انفجار محدود قوي، عبوه بدائيه، لكن الحمد لله مفيش اي اصابات. تلفات بسيطه في عربيتين. طيب ملاكي ما كانوا في نهايه. طالما حضرتك معانا بقى سعاده اللواء، لو تسمح لي بسؤال تاني في اللي نشرته الديلي تلجراف على وجود تعذيب في السجون. سمعت ان في خطه لوزاره الداخليه تنشرها او تكلمها بشكل او باخر، هل في يا فندم خطه لاظهار بقى او لمواجهه ما قالته يعني ديلي تلجراف؟ احنا واجهنا بالفعل يا استاذ محمود. ويمكن حضرتك الادعاءات دي حضرتك متابعها كان منذ فتره. وفي حينها الحقيقه وزاره الداخليه بالتنسيق مع النيابه العامه، النيابه العامه سمحت لعدد من منظمات حقوق الانسان اللي قدمت انها تزور السجون. والنيابه العامه قامت بتفتيش السجون المصريه. نعم. والاجهزه الامنيه في وزاره الداخليه ايضا نزلت، وسيد الوزير وجه بالتحقيق في هذا الامر بشكل كامل. وطبعا المنظمات الحقوقيه نزلت وفتحت لها السجون المصريه كلها، سواء سجن طوره سواء سجن ابو زعبل. الاول راحوا سجن طوره قال لك لا التعذيب مش سجن طوره، سجن ابو زعبل. راحوا سجن ابو زعبل ما لقوش الشكاوي كانت عباره عن يعني موضوع الرياضه مساحتها قليله، عدد ساعات محتاجه ساعات رياضه اكثر من الموجود. الحمد لله كل المنظمات الحقوقيه اللي راحت خرجت واعلنت على الهواء وشاشات التلفزيون عدم ثبوت مثل هذه الادعاءات تماما. نعم تمام الحمد لله. احنا كوزاره الداخليه محمود يعني احنا الاول ناس بنبحث عن الخطا، وعندنا فكر عام ان لازم نلاقي الخطا، ما نخافش من الخطا، لكن نخاف ان الخطا يبقى موجود ما نشوفوش او يستمر في خطا نعالجه بشكل سريع وننهي عليه ونقضي عليه ونعاقب المخطئ اذا كان هناك خطا. ولكن انا باكد لحضرتك ان هذه الامور كلها ادعاءات، ولو في اي حاله والدليل على كده يا محمود لما تيجي تقرا التقرير ما فيش حد بيكتب لك حاله معينه، حاله محدده اسم. يعني انا لما اكون رجل مثلا منظمه حقوق الانسان ورجل مؤمن بقضيتي ورجل بحارب بقضيه وعندي الدليل بطلع باسم فلان، عندي فلان الفلاني في الحته الفلانيه بيقول انه اتعذب، بالتالي انا بتحرك وبتحقق في هذا الامر. لكن لما تجد هذه التقارير، تجد هذه التقارير كلها بشكل مطلق دون تحديد مسميات بشكل كامل، وطبعا هذا الامر يؤكد انها ادعاءات كاذبه وباطله تماما. واحنا اكثر ناس وقطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه بيتعامل مع كل منظمات حقوق الانسان وبنتابع التقارير دي بشكل جاد تماما. هذه الامور مرفوضه وبنتابعها وبنتعامل مع التقارير الحقوقيه بشكل جاد تماما، وفي ثبوت اي خطا احنا بنقول ان هناك خطا وبنعالج هذا الخطا. لكن انا باكد ان السجون المصريه من فتره كبيره الحقيقه الفكر اتغير، الفكر اختلف. السجون المصريه المسجون بيجي عندي انا كضابط في السجون امانه عندي في مستشفى وفي مكتبه وفي رياضه وفي لوائح بتحكم هذه المساله، الامور مش سايبه، وفي نيابه بتتابع وفي اجهزه امنيه بتفتش، الامور طبعا فيها ضوابط كثيره جدا. شكرا جزيلا سعاده اللواء هاني اللطيف المتحدث باسم وزاره الداخليه.